ثقافة، وهذا مش إشكالية نعيشها. هناك نظريات كثيرة والتعددية مطلوبة. نعم. فيما يخص السؤال حول التعريف الإجرائي الحقيقة لما بعد الحداثة، احنا سبق وان اكدنا يعني والكثير من البحوث التي طرحت المرحلة الحداثة يعني الحقيقة او ما بعد الحداثة هي مرحلة عن عيشها. يعني دكتور انا كان المقياس صح جاهز، لكن بعض الفقرات وانا اشرت لصاحب المقياس لكن مولفتها لمستجدات الموجودة والتقنيات التي دخلت، بحيث المقياس صح هو مستوى رضا عن الهدف هذا بما يتناسب مع التغيرات والأساليب التكنولوجية اللي دخلت إلى حياة الفرد وخاصة الشباب الجامعي، بحيث فكان هو استنتاج الحقيقة من بين يعني أنا يعني أكون صريح بس دقيقة حتى أكمل دكتورة. فما كان أكو تعريف إجرائي وإنما كان تعريف الباحثة أنه اللي هو كان عبارة عن استنتاج على اعتبار أنا فعلا لازم أستند إلى التعريف اللي موجودة وخرجت باستنتاج أنها مرحلة التغيرات كما أنها فن العمارة وتخطيط المدن بكل ما فيها. يعني حقيقة أنا هو استنتاج وليس تعريفي، يعني وأنا ذكرت هذا الشيء وإن شاء الله راح تشوفيه مع المقياس بالبحث من ولفت المقياس صح هو جاهز وعن مستوى الرضا عن أهداف الحياة، لكن بما يتناسب مع مرحلة ما بعد الحداثة كمتغيرات كمواقف. شكرا لي السيد رئيس الجلسة. ما بعد الحداثة تدخل متغير بالبحث. ما بعد الحداثة وضع يؤثر على أهداف الحياة بالنسبة لطالب الجامعة. تحلل تيارات ما بعد الحداثة إلى إطار نظري، هذا إطار نظري فلسفي، يعني إحنا لو شلنا ما بعد الحداثة ما يصبح إلا علاقة بالموضوع البحث، يعني هذا تصوري المنهجي الإجرائي، إنه إحنا ماخذين ما بعد الحداثة كوضع، كتيارات، كأفكار تؤثر على شخصية طالب الجامعة من حيث المعنى، من حيث الذات، من حيث الواقع، من حيث القيم، من حيث الأخلاق، من حيث كل ما إلى علاقة بالمستقبل، بالتصورات، بصناعة أهدافه في الحياة تجاه متغيرات الحياة اللي تصنع مسارات ما بعد الحداثة. هذا في ضوء هذه التوجهات الفكرية يتم صياغة أداة البحث. يعني شلون مثلاً إحنا ناخذ الثقة بالنفس عند فرويد ونحول نظرية التحليل النفسي إلى قياس الثقة بالنفس على طالبات الجامعة. يعني التصورات الفلسفية، التصورات النظرية تتحول إلى أداة بحث. أما تقولين حضرتك إنه أنا عرفت فقط ما بعد الحداثة، هذا ما يحتاج أصلاً هذا ما كان ممكن يجي في أهمية البحث والحاجة إليه. إحنا يعني لماذا ندرس أهداف الحياة لطالب الجامعة ونقيس؟ هذا يجي في أهمية البحث، إننا إحنا نعيش بتحديات وظروف خارجية. ممكن عندنا إسقاطات يا دكتورة، يمكن عندنا إسقاطات في الأداء. نعم. يمكن عندنا إسقاطات الدكتورة. لا العفو دكتور، كان تساؤلها بس اسمح لي. كان تساؤل أنت تقصدين الإطار النظري. دكتور أنا ما عرضت كل شيء، أنا عرضت بشكل مختص الإطار النظري، رجعت على توينبي وبانفتر وراح تشوفيني إن شاء الله. أنا رجعت من 1917، صح ما استندت إلى نظرية معينة أولا يعني كبحث وصفي، وردت مجرد أن أقيس مستوى الرضا عن أهداف الحياة لدى طلبة الجامعة في مرحلة ما بعد الحداثة. فاللي تناولته كان بالإطار النظري، راح تشوفيني إن شاء الله أفكار نظرية. أنا قلت الإطار النظري كخلفية تاريخية، يعني الباكراوند لهذه الظاهرة، فرجعت إلى أفكار رودولف بانفتر وتوينبي وأفكار كثيرة إن شاء الله راح تشوفيها بالإطار النظري بشكل مفصل، فرجعت إلى فترات تاريخية يعني متدرجة. نتناقش فيما بعد في الفترة المسائية على كل حال. نتناقش. علي عباس صوفي. بس حبيت أنوه يعني هناك لجنة تحضيرية هي المسؤولة عن انتقاء البحوث. يعني أنا ما أتحمل كلمة إنه لماذا شارك هذا البحث؟ لماذا شارك هذا البحث وهو اختصاص تاريخ؟
بينما كلمة تاريخ في أي مؤتمر وأي عنوان ممكن أخلي كلمة تاريخ ترهم، تاريخ الحداثة، تاريخ كذا. فأنا ما أتحمل كلمة أنه لماذا مؤتمر خطاب تربوي أو مؤتمر تربوي يدخل فيه تاريخ. أليس هناك لجنة علمية انتقت المؤتمر؟ نعم. لماذا هذا السؤال يا دكتورة جواد؟ هاي المرة الثانية، المرة الثانية تعيدين في الجلسات أنه لماذا اختصاص التاريخ يشترك في هكذا مؤتمر؟ سيدي الكريم، نتناقش فيما بعد من خلال مقابلة دكتورية وجماعية. نقاش على الأسئلة. سيدتي الكريمة. أما أنا أسرح أجاوب على السؤال. سيدي نعم دكتور. هل إنه سيدي الكريم. فضلك. استطاعت التبني. نعم فضلك. نعم. نتناقش فيما بعد على أساس أن هناك سوء تفاهم من خلال عرض الأسئلة. لأن السؤال كان وجيه. ثم أن كذلك الإجابة من حضرتك كانت وجيه. لأننا هاتنا هذا المؤتمر الكريم هو إشراك كل التخصصات حتى نلاقي حل معين لهذه الأشكلة. هناك أشكلة للموضوع، هذا المشكل يحتاج إلى حل من كل الأوجه حتى يتم بالتالي وضع معاينة كلية لطبيعة الحداثة وما بعد الحداثة. تشكر تشكر سيدي الكريم. تشكر ما عليك. رفعة الجلسة. يا جماعة إذا سمحتوا، طبعا نشكركم جميع، أبحاث كانت حقيقة قيمة وممتازة، والخلاف هو صحيح لأنه بالضبط. بس بجوز يعني مبرر للإخوان إنه بعرضوا 10 دقائق أو ربع ساعة، يعني ما بنطي جوانب كاملة عن البحث. الآن خلينا نرجع والله إذا سمحتوا بعيدا عن الأبحاث. دكتور سليمان، بعيدا عن الأبحاث، الآن إحنا رايحين نتوجه مع بعض في مكان خصص. يا دكتورة آمال، دكتورة آمال يرضى عليكي، أنت جيتي هسه. فالآن إحنا في عنا حفلة عشاء وحفلة موسيقية، يعني إن شاء الله تكون جيدة. فرحين ننقلب الآن إلى مكان العشاء والحفلة معا إن شاء الله مقابل المطعم الرئيسي. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا بالضيوف جميعا. لا.